مساء الخير لكل متابعينا اليوم على صحيفة الخليج الإماراتية على موقع الفيسبوك. اليوم معنا السيد عادل الزرعوني، عضو مجلس الإدارة في منزل لخدمات الرعاية الصحية شركة منزل. هو راح يعرفنا عنها أكثر وراح يعرفنا عن الخدمات اللي بتقدمها للعناية بالأم والطفل وكبار السن. استاذ عادل، أول شيء أهلا بك معنا، تفضل. أنت راح تبدأ تعريف بسيط ومختصر للشركة. اولا شاكر لكم استقبالكم لي اليوم، وسمح لي بشرح مبسط عن شركه منزل الخدمات المنزليه الصحيه. الشركه هذه تاسست من اكثر من 5 سنين في ابو ظبي، والحمد لله تطورنا وكبرنا بسرعه، واليوم نحن في اكثر من 4 دول واكثر من 530 موظف. خدماتنا تتراوح وتتزايد مع الزمن الحمد لله. بدينا بالبداية بالرعاية الصحية المنزلية اللي هي طويلة الأمد، وأيضا تطرقنا إلى الزيارات. فبالدرجة الأولى هي خدمات طويلة الأمد أو خدمات الزيارات، وأضفنا من قريب عدة خدمات تتعلق بالمتابعة عن طريق الإنترنت أو الاستشارات الطبية عن طريق الهاتف. تتراوح خدماتنا من الرعاية بالرضع حديثي الولادة إلى الكبار في السن. الخدمات تتدرج بين خدمات صحية طبية، خدمات دعم نفسي، وأيضا خدمات إعادة تأهيل للجرحى وللمصابين. طيب دكتور، أول سؤال وصلنا دكتور أستاذ، شو هي الخدمات اللي بتقدموها ما بعد الجراحة؟ طبعا عناية بالجروح، إذا في إعادة تأهيل، تمارين رياضية، علاجات من ناحية الأدوية، صرف الأدوية. تمتد خدماتنا إلى التنسيق بين المستشفى بين المستشفيات والمرضى، وفي كثير من الأحيان أيضا نساندهم في المواصلات أيضا. يعني إذا في تنسيق بين الدكتور والمريض، أدوية، دعم صحي، دعم رياضي، دعم في الغذاء، جدول الغذاء، نتكفل بكل هالأمور. طيب كيف إذا في ما كيف وضع المنافسة، منافسة مع الشركات، وكيف تقدروا أنكم تميزوا حالكم عن المنافسين؟ هل في منافسة أريدي في الإمارات ولا أنتم الشركة الوحيدة؟ لا لا، الحمد لله الإمارات فيها كثير شركات في أوكي. المجال هذا، وهذا بفضل الله ثم دعم الدولة للرعاية الصحية. طبيعي كل واحد فينا يحاول يدعى يعني يتميز، كل شركة منا تحاول تتميز عن الشركة الأخرى. نحن تميزنا يرتكز على أولا الأطباء والممرضين وأخصائي العلاج الطبيعي يكونون من أفضل المؤهلات. هذا شيء رئيسي لدى الشركة عندنا، وكلهم يكونون مرخصين من قبل الجهات المعنية في الدولة، هيئة الصحة، هيئة الصحة في أبو ظبي، في دبي أو الإمارات أو الدول اللي نعمل فيها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تعاوننا مع مؤسسات عالمية في التدريب. أفضل المؤسسات العالمية معنا في منزل، شركات معروفة بالرعاية المنزلية في أمريكا، هارفارد ميديكال سكول أفيليشنز. هذه نقطة ثالثة نعتمد عليها. طبعا كوننا نتابع مع المرضى وأهاليهم ونستسيق آرائهم في نوعية الخدمات، نزور المرضى بشكل دوري كإداريين، نتأكد أن المرضى راضين، المرضى أو أهالي المرضى راضين بالخدمات. هذا طبعا شيء رئيسي بالذات لي أنا كعضو مجلس إدارة. فعلى مدى الزمن طبعا الحمد لله قدرنا نحصل على رضا المتعاملين ورضا الهيئات الحكومية المعنية
الخدمات الصحية، ونأمل أن نستمر ونطور في جهودنا. هل ضمن خدماتكم اللي بتقدموها بالإضافة إلى أنها خدمات للمريض، هل بتقدموا مثلا تكوين مثلا خاص لأهالي المريض كيف يتعاملوا مع الحالة اللي عندهم في البيت، أو بتفكروا أنكم تطرحوا هيك فكرة؟ الحمد لله نحن سباقين في الموضوع هذا. أنا ممكن أذكر مثالين أو ثلاثة. في عندنا مرضى الرعاية الممتدة يكونون بالعادة مثلا مرضى يعني راقدين سريريا، تكون حالات صعبة وبتكون بالعادة تكون طويلة الأمد. كيفية التعامل مع المريض، كيفية تثقيف الأهالي بالتعامل مع المريض، كيفية شرح سبل التواصل، أحيانا في حالات تكون سبل التواصل صعبة جدا، فهذا مثال. وعندنا يعني إمكانية تدريب عن طريق الممرضات الأطباء، مساندة هاتفية وأيضا مساندة أونلاين يعني عن طريق الإنترنت. فالحمد لله وفرنا جميع السبل. هذا بالدرجة مثال أولي. مثال الثاني رعاية الأم والطفل. كثير من الأمهات الجدد بالذات نساندهم في كيفية التعامل مع الطفل، كيفية حتى الدعم النفسي للأم. كثير من الأمهات بعد الولادة يمرون بحالات نفسية صعبة تكون شوي عليهم بالذات في فعلا. أنا كنت راح أسأل نفس السؤال، هل الاهتمامات تبعكم صحة بس بدنية أو فقط كمان تدخل فيها الصحة النفسية لكل الأمراض النفسية، أو مثل ما حكيت نفسية الأم بعد الولادة وهالأشياء؟ نعم، فإذا ممكن ألخص يعني مجالات قوتنا، طبعا الرعاية الصحية، إعادة التأهيل، هذا شيء مهم جدا، وأيضا الدعم النفسي. فكثير من المرضى كبار السن، أمهات حديثي الولادة، المرضى يعني المراقدين على مدى طويل محتاجين دعم نفسي بجانب الدعم الصحي والدعم الغذائي والدعم لإعادة التأهيل. فالحمد لله نعتقد أن نحن من أفضل المؤسسات في الدولة في توفير جميع الخدمات من نافذة واحدة. السؤال، هل خدماتكم في كل الإمارات ولا بس في دبي ولا في معظم الإمارات؟ معظم الإمارات. نعم. أوكي. طيب حكينا عن رعاية الأم والطفل، شو بالنسبة لرعاية كبار السن؟ شو الخدمات اللي بتقدموها في رعاية كبار السن؟ الحمد لله نوفر جميع الخدمات المطلوبة. كبار السن بالعادة محتاجين إعادة تأهيل، رياضة، تنظيم غذائي، دعم نفسي، يعني جدول يومي للرياضة والأغذية، وأيضا يعني حتى للتسلية، يعني ندخل معاهم في أنك نوفر لهم جداول يومية كيف يتسلون، كيف بطريقة تكون آمنة وتساندهم يعني صحيا ومعنويا. فهذا تركيز رئيسي عندنا في المؤسسة. كثير من المرضى اللي أو كثير من زبائننا هم من كبار السن، يحتاجون دعم تقريبا بشكل يومي أو لمدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. فالحمد لله. كيف يتم اعتماد الأطر اللي بتشغلونها؟ يعني يخضعون لاختبارات معينة، لازم تكون عندهم شهادات معينة، شو الأشياء اللي بتتبعوها من هاي الناحية؟ كموظفين كل باختصاصه، طبعا الأطباء لازم يكونون أطباء لهم خبرة وشهادات معترفة ومعترف بها من قبل المؤسسات المعنية في الدولة. الممرضات أيضا من ناحية التدريب، أخصائيين العلاج الطبيعي من ناحية التدريب أيضا. وكمؤسسة نحن نتبع يعني مراقبة مستمرة من قبل لجان عالمية، مثلا اللجنة المشتركة. نحن من أوائل المؤسسات الحائزين على GCI في مجال التمريض المنزلي في الدولة. نحن من أوائل المؤسسات الحائزة على الشهادات من قبل هذه المؤسسات. فالحمد لله. طبعا هاي مش سهل،
كثير من المؤسسات احيانا تلجأ الى العمالة الرخيصة، وهذا لهم مجالهم، لكننا نحن مختصين بتوفير خدمات عالية الجودة، لان هذا يعني اللي وعدنا فيها المؤسسات الحكومية المعنية في الدولة، نوفر افضل الخدمات باعلى الاطر. متأملين ان رضا الزبائن ورضا المؤسسات المعنية لدى الدولة. طيب استاذ، عن تعاملكم مع المستشفيات، هل عندكم اسماء معينة فقط هي اللي بتتعاملون معها، ولا انتم بتتعاملوا مع كل المستشفيات على حسب رغبة الشخص اللي بيتواصل معكم؟ بالتأكيد نتعامل مع المستشفيات اللي المرضى بالعادة يعني يكونوا يعني متعودين على دكتور معين، متعودين على مستشفى معين، إذا شفنا طبعا المستشفى على مستوى المطلوب، وأيضا قرب المستشفى من المريض. طبعا كل إمارة فيها مستشفياتها المعروفة، والمرضى بالعادة تكون لهم علاقة مع كادر صحي معين في المستشفى، فنحاول أن نوفر إدارة مناسبة للعلاقة بين المريض والكادر الصحي في المستشفيات. طيب بعيدا عن الجمل اللي بتكون شوي إدارية، خلينا نحكي للناس اللي متابعينا حاليا أنه كيف بتتم العملية من A to Z. مثلا شخص، اوكي يعني انت تشرح، لازم تشرحنا هذا الشيء. شخص عنده شخص في البيت مريض، فراح يتواصل معكم، تشرح لنا كيف بتتم العمليه من الاول للاخر. البدايه يتم التواصل معنا. نتعرف اولا، هل اذا هم مثلا اماراتيين يتبعون لجهه صحيه معينه ويأملون ان نحن نوفر الخدمه لهم، نتواصل مع الجهات الصحية لدى الدولة، شركات التأمين المعتمدة لدى الجهات الصحية المعنية في دبي، في أبوظبي، في الشارجة، في الإمارات الشمالية. نحاول نوفر أو نستقطب ملفاتهم من قبل المستشفيات اللي يتعاملون معها للتقارير الصحية، ونحاول ننسق بين حاجاتهم الطبية المستشفيات والجهات الحكومية المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة لتوفير الخدمة لهم. فنحن نتكفل بكل الإجراءات هذه إلى توفير الخدمة ونوفرها. وأيضا لازم نرجع المؤسسات الحكومية المعنية بمدى رضا المتعاملين ورضا المرضى، وكيف نوفر، كيف اسلوب توفير الخدمه لهم. هذا من ناحيه المواطنين. من ناحيه غير المواطنين، غير الاماراتيين القاطنين في الدوله، نوفر لهم الخدمات على حسب احتياجاتهم. هل اذا هم لهم تامين صحي معين من جهه معينه يتم نوفر التنسيق، او اذا حابين يعني يستقصون او يحصلون على الخدمات بشكل مباشر ايضا نوفرها. من ناحية المؤسسات التابعة للدولة، هل عندكم أي شراكة مع مؤسسات تابعة للدولة هي دائما تستعين بكم؟ يعني مثلا مؤسسة تابعة للدولة عاملين معكم شراكة لموظفينها أو للناس اللي تابعين لها، دائما بيستعينون فيكم في الأشياء الصحية؟ في عندك الحمد لله بدينا برنامج دعم المؤسسات، إذا هذا هو قصدك، هل دعم المؤسسات عامة؟ أيوة. عندنا برنامج دعم المؤسسات، هذا توجه جديد عامة لدى المنطقة. التوجه هذا يعني مش جديد في كثير من الدول الأوروبية وأمريكا، بس في المنطقة وطبعا الإمارات والحمد لله يعني سباقة في كثير من الأمور وسباقة في الموضوع هذا. الفكرة ما فيها أن كثير من المؤسسات حاليا تنظر إلى أن سعادة الموظفين في له علاقة مباشرة بصحتهم، وكوننا نحن شركة تدعم الموظفين من ناحية الصحية، من ناحية النفسية، فحاليا في توجه أن الخدمات الصحية المؤسسية أصبح شيء ذا أهمية أكثر من قبل، والحمد لله نحن موجودين سباقين في الموضوع هذا، فعندنا علاقات مع عدة مؤسسات.
في توفير الخدمة الصحية للموظفين خلال عن طريق برامج. والخدمات تتراوح بين الفحص العام الصحي، فحص العام النفسي، فحص أسلوب التغذية، فحص أسلوب الحياة العامة، ونوفر للمؤسسات يعني التقارير على مدى صحة وسعادة الموظفين عامة، وإذا في دعم مطلوب نوفر الخدمة. هذا في النهاية بالنسبة لكثير المؤسسات هو دافع، بجانب دافع النفسي في دافع تجاري بالنسبة لهم، لأن إذا الموظف أدركنا بعض الحالات أو العلل اللي فيه وقدرنا ندعمهم صحيا وندعمهم نفسيا، نقلل من أيام أو ساعات الغياب، فالأمل أن الإنتاج يصبح أكثر على ما على الوقت يعني. ففي النهاية هو استثمار بالنسبة للمؤسسات، أنا أستثمر في صحة الموظف، أقلل ساعات وأيام الغياب، أقلل فواتير المستشفيات في النهاية، وأحصل على موظفين أسعد وصحة أفضل. فهذا في سؤال تكرر كثير، هل خدماتكم موجودة في أبو ظبي؟ نعم أظن موجودة. نعم بدينا في أبو ظبي، وأبو ظبي مركزنا الرئيسي. طيب شو الخدمات اللي بتقدموها لمرضى السرطان؟ ما عندنا تركيز معين على مرضى السرطان حاليا. إذا في دعم منزلي مطلوب لمرضى السرطان من ناحية أدوية، من ناحية علاج طبيعي، من ناحية المراقبة، نقوم بالمطلوب من قبل الدكاترة المختصين في الموضوع. نحن ما عندنا دكاترة مختصين في السرطان، هذا تخصص يعني تخصص عميق في المستشفيات. في عندكم خدمة اسمها خدمة حقن الفيتامينات؟ نعم. فيك تكلمنا أكثر عن هاي الخدمة؟ الفيتامينات عامة أصبح في توجه عام أن كثير من بالذات عندنا في المنطقة في نقص في فيتامين دي، كثير من الناس يعانون من نقص في فيتامين دي ونقص في فيتامين بي 12 أو بعض الفيتامينات مثلا فيتامين A اللي لها علاقة بالجهاز العصبي. فكثير من الناس اليوم تلجأ إلى أخذ أدوية معينة عن طريق الحبوب، ولكن الواقع أن الجهاز الهضمي بالعادة ما يقدر يهضم أو يستسقي أكثر من 50 أو 55% من الفيتامينات عن طريق الأغذية. فنحن نوفر خدمة حقن الفيتامينات عن طريق الوريد، وهذا يوفر طبعا 100% من قيمة الفيتامينات المطلوبة لدى المستخدم يعني لدى الفرد، وعلى أساس يحس بالنشاط، تركيز أفضل، نوم أفضل. كثير من الناس حتى يكون فيهم نوع من أنواع الدبريشن، نساعدهم إنهم يكون لها علاقة بالفيتامينات. فموضوع الفيتامينات مفيد جدا، وفي تكاثر كثير من الناس يدركون أن كثير من العلل الموجودة فيهم السبب الرئيسي لها قلة الفيتامينات. هل تتعاملون مع مراكز عالمية بالخارج؟ متى بتحسوا انه خلاص احنا لازم هذا المريض نتعاون مع مركز خارجي؟ هل في تعاون اولا بعدين؟ اكيد اكيد تاني. بالدرجة الاولى حاليا مع جهات حكومية اللي عندهم مرضى خارج الدولة يدعمونهم. كثير من هالمرضى ما يحتاج يكونوا خارج الدولة، حابين يرجعون للبلاد للإمارات، حابين يرجعون لأهاليهم، ولكن محتاجين رعاية يا أما بشكل يومي أو بشكل دوري. فيلجؤون في تعاون بيننا وبينهم في التنسيق، حتى لدرجة التنسيق استقبالهم من المطار إلى بيوتهم، والمراقبة والرعاية الصحية وتوفير كل الخدمات للمرضى في بيوتهم. والحمد لله هذه خدمة يعني معروفين نحن فيها، وإن الله راد يعني هو فقط يعني تعاون
يعني ما عندكم شراكة أو هيك شيء مع مراكز خارجية؟ لا، تعاون بالدرجة الأولى. نعم. أوكي. طبعا حكينا احنا على خبرة الأطباء، وطبعا هذا شيء كتير مهم، بس بدنا نحكي أكثر عن خدمة الممرضات. يعني الممرضات شو الأشياء اللي لازم تتوفر فيهم عشان ينضموا لمؤسستكم؟ الجهات الصحية الرسمية لدى الدولة عندها اختبارات، وعندها يعني اشتراطات معينة في الموافقة على الممرضات. طبعا تكون الممرضة لديها تدريب معين من قبل، شهادات معينة معترف فيها من قبل الدولة، وأيضا اختبارات يمرون فيها من قبل الجهات الهيئات الصحية المختلفة في الدولة، وعلى أساس نجاحهم في تعدي الاختبارات نستخدمهم أو نوظفهم في المؤسسات عندنا. عندنا كمان أسئلة توصلنا، أغلبية الأسئلة عن الحالات، يعني حالات السرطان هل تهتموا فيها الأم والطفل؟ تقريبا كل الأسئلة جاوبنا عليها. تم اعتمادكم من قبل اللجنة المشتركة الدولية. نعم. فكلمنا عن هذا الموضوع أكثر. اللجنة المشتركة الدولية GCI هي المعيار الذهبي في توفير الخدمات الطبية عالميا. في عدة معايير عالمية، وجي سي اي من أهم المعايير العالمية، والحمد لله نحن من أوائل المؤسسات لدى الدولة في توفير الصحة المنزلية الحائزة على موافقة اللجنة والشهادات والشهادة المعتمدة من خلالها. وهذه اللجنة تراقبنا على مدى الوقت، يعني كل عدة سنين تعيد اختبارنا وتعيد مراقبتنا للاستمرار في كوننا يعني معترفين من قبل المؤسسة هذه. فشيء نفخر فيه، وهذا كان من أول يوم، يعني من أول ما فتحنا المؤسسة أدركنا أن الشهادة هذه نحتاجها، ليس فقط لتوفير الخدمة للناس ورضا الناس، أيضا لنا نحن كمؤسسين للمؤسسة أن نطمن أن المؤسسة فيها الجودة المطلوبة ورضا المتعاملين المطلوب لتوفير الخدمة. من يحدد أنه هذا الشخص أو هذا المريض يحتاج إلى رعاية قصيرة المدى أو طويلة المدى؟ هل هي الشركة أم هو الدكتور الخاص فيه أم العيادة اللي هو بيراجعها؟ مين اللي بيحدد أنه هذا الشخص يحتاج إلى رعاية طويلة أو قصيرة؟ هو تعاون بين الشركة عندنا، الطبيب، وجهات الحكومية المعنية. لازم يكون في نوع من التفاهم بين الأطراف لتحديد نوعية الخدمة المطلوبة، يومية، دورية، شو المفروض نوفره كخدمة. هذا كله يتم تحديده بالتفاصيل بين الجهات هذه، يعني يكون في ريبورت من الدكتور، موافقة من الهيئة المعنية الصحية، مراجعة من طرفنا، اقتراحات من طرفنا الموافقة، وهلما جر. طيب في حالات الوفاة لا سمح الله كيف يتم التعامل مع الوضع؟ وفاة المريض، هل بتقدموا أي خدمات يعني بعد الوفاة أو في التواصل مع الأهل أو أي شيء؟ يعني حاليا طبعا في كثير من الحالات بالذات في كبار السن تحدث حالات وفاة، يعني نقوم نحن باتباع الإجراءات الرسمية من قبل الهيئات الصحية المعنية، من ناحية الاتصال، من ناحية توفير أي مساندة من قبلنا، توفير أي تقرير من قبلنا للهيئات المعنية لاستلام حالات الوفاة والتصرف معها. طيب ما شاء الله يعني خدماتكم كثيرة ومتميزة، بس أكيد في خطط مستقبلية للتطوير، الخدمات جديدة، الأشياء كثيرة. شو الأشياء اللي بتطمحوا تضيفوها للخدمات اللي بتقدموها؟ حابين نكون من أوائل الجهات اللي توفر خدمات الصحية عن طريق الإنترنت، عن طريق الكاميرات الذكية لمراقبة كبار السن، لمراقبة بعض الحالات الصعبة، لمراقبة الأطفال.
فحابين نكون من أوائل المؤسسات اللي توفر هذه الخدمة. في أيضا بعض الدول اللي حاليا نحن فيها يكون في برامج على مستوى الدولة في من ناحية تدقيق فحوصات على بعض الأمراض وتوفير خدمات صحية أو خدمات دعم نفسي أو خدمات دعم من ناحية إعادة التأهيل. فحابين نكون من أوائل المؤسسات اللي تدعم الدولة في برنامج يكون على مستوى الوطن. فنتأمل، وهذا كله عن طريق حاليا بيننا وبين الهيئات الصحية المعنية نقاشات، وهذه الأمور في بالهم أصلا في خططهم. فحابين نكون من أوائل المؤسسات اللي تقدر تساند الدولة والمؤسسات الصحية في توفير الخدمات اللي هم يطمحون لها. يعني في إطار اللي بنشوفه حاليا في الإمارات من تطور والسعي يعني للذكاء الاصطناعي، يعني ممكن نشوفكم بتطبقوا هيك أشياء قريبا، الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، الاستعانة مثلا بالروبوتات، ممكن إنه إحنا نشوف هذا الشيء عند الشركة عندكم؟ أنا شخص جدا تقني وأحب التقنيات والارتفيشال انتليجنس والبلوك تشين والفيديو أوفر أي بي، وهذه كلها موجودة. وحاليا في نقاشات مع هيئات الصحية في مدى إمكانية توفير هذه الخدمات، والهيئات الصحية على تفاعل معنا. راح ياخذ المسألة بعض الوقت، ولكن والأمل إن نحن نكون سباقين، مجرد ما يعني كثير من الهيئات الصحية والقوانين المعنية يتم توفيرها علشان إن نحن نقدر نوفر الخدمات. طيب نرجع نحكي عن الكوادر اللي بتعتمدوها من ممرضين وأطباء، هل يتم عليهم مراقبة معينة، يعني مراقبة للإنتاجية، مراقبة للعمل؟ إذا تلقيتوا أي شكوى من عند ناس شخص، كيف تتعاملون معهم؟ نحن المؤسسة عندنا على عدة مستويات، المراقبة عندنا على عدة مستويات. فالممرضة نفسها يتم مراقبتها طبعا بسؤال المرضى أو سؤال الأهالي عن مدى رضاهم من الممرضة وخدماتها. عندنا أيضا مستوى آخر اللي هو مستوى إدارة الحالات، فعندنا ممرضات أو إداريين الحالات، هذا يكون مستوى شوي أعلى على أساس أن نتأكد أن الممرضات يوفرون الخدمات على أفضل مستوى. وطبعا عندنا المؤسسات مثل الجي سي آي، الهيئة المشتركة، اللجنة المشتركة، هم يراقبوننا نحن كإداريين وكمشغلين للخدمة أو مشغلين للشركة يراقبوننا. فالمستويات الحمد لله متعددة لضمان توفير الخدمة على أفضل أسلوب. هل خدماتكم هي مثل الخدمات الطبية؟ ممكن أنه تعاملكم بيكون مع شركات التأمين ولا بس مع المريض دايركت، يعني هو اللي بيتكلف بكل المصاريف، ولا لا نحن مع شركات التأمين مثل أي مؤسسة طبية؟ نتعامل مع الاثنين، يعني مع الطرفين. يعني بتتعاونوا مع شركات تأمين معينة ولا عامة خاصة، يعني كل الشركات؟ نتعامل مع الشركة اللي بالعادة المريض يكون يعني منها أو مستخدم تأمينهم. هذا في حالات المريض يعني حابب يستخدم التأمين، وإذا المريض حابب يعني يتواصل معنا بشكل مباشر ووفر الخدمة بشكل مباشر أيضا لا، النقطة اللي حابة أنا أركز عليها، هل شركات التأمين بتتعامل معكم كالمستشفيات وأي شيء طبي؟ يعني مثلا شركات التأمين ما بتغطي كل شيء، بعض الأشياء بيعتبروها أنه هذا ترف، يعني مو داخل في الإطار الصحي. فهذا هو سؤالي، هل يتعامل معكم من طرف شركات التأمين على أنكم مؤسسة طبية مثل المستشفيات؟ نعم. أوكي. فبالعادة المؤسسات أو شركات التأمين تغطي بعض الأمور، وإذا هذه الأمور موجودة يعني في تقارير من أطباء معتمدين على أن هذه الخدمات يجب توفيرها للمريض وشركة التأمين موافقة على هذه الخدمات، نتعامل مع شركة التأمين ونستحصل على الدفعات المطلوبة من شركات التأمين.
واذا في خدمات اخرى يعني ما تندرج تحت شركات التامين نتواصل مع المريض ونبلغه والمريض يقرر يعني اذا حابب. طب هل في اي صعوبات بتواجهكم يعني في التعامل مع الناس او في التعامل مع الشركات او اي شيء نفس هيك، ولا انتم شغلكم ماشي بسلاسه ما في اي صعوبات؟ اكيد في صعوبات، ولكن الحمد لله اللي صاير انه لأن نحن عندنا كوادر طبية وإدارية مميزة، وعلاقتنا مع الهيئات المختصة الصحية في الدولة وعلى شركات التأمين المعنية في الدولة علاقتنا ممتازة، عارفين يعني مدى جودة خدماتنا، عارفين أن نحن يعني ناس ما نحب نلعب باختصار، يعني المستثمرين اللي موجودين في المؤسسة أسامي عائلات كبيرة المنطقة، شركائنا من حول العالم، مؤسسات مرموقة، فسمعتنا يعني مهمة جدا بالنسبة لنا. وأيضا يعني خلينا نحط السمعة على جهة صحة المرضى، نحن نتعامل مع مواضيع حساسة جدا فيها صحة الناس، فأهم علينا أن رضا الناس وصحتهم. أكيد طبعا. طيب بالنسبة للأطر والكوادر نرجع نحكي، بتعتمدون الكوادر الإماراتية يعني هل يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، ولا ما يعني ما بتحطوا هذا الشيء، عندكم أهم شيء الكوادر من كل أحياء العالم؟ الحمد لله عندنا تشكيلة عالمية لأن المرضى يختلفون أيضا، فعندنا نسبة ممرضات يتكلمون اللغة العربية، نسبة ممرضات يتكلمون اللغة الإنجليزية، ممرضين ذكور، ممرضات إناث، دكاترة ذكور، دكاترة إناث، خليجيين، إماراتيين، عندنا شاميين، عندنا فلبينيين، عندنا من عدة دول الحمد لله. فعلا هذا موضوع اللغة كمان كثير مهم أنه نتطرق له، يعني هل مثلا عندكم حالة صحية معينة يمكن المريض ما بيحكي إنجليش بيحكي بس لغة عربية، فهل تأخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار وبتوفروا له كادر بيحكي عربي؟ نعم، هذا شيء جدا مهم بالنسبة لنا. يعني التعاون أو التواصل مع المريض هي خطوة كتير مهمة. أكيد. في أي إضافات حاب تقدمها للجمهور أكثر عن الشركة ما حكينا عنها، ما ألقينا الضوء عليها، أي شيء حاب تحكي بالإضافة يعني الأشياء اللي حكيناها اليوم؟ والله حابب لو الجمهور يعطون آرائهم. في أسئلة كتير بس الأغلب الأسئلة اللي بتوصلنا هي عن حالات صحية، يعني عندي مريض كذا كذا، عندي مريض كذا، لأنه بس إذا دخلنا في هذا الموضوع فراح يطول الحديث لأنه كل حالة فردية. أنا بحاول أخذ الأسئلة وأعطيك أسئلة بشكل عام، يعني مثل ما سألتك عن الأطر، عن اللغة المعتمدة في التعاون معهم، عن تدريب الممرضات، كيف هذول كلها أسئلة وصلتنا. بس الحالات الفردية فأنا ما فيني أدخل أتطرق والله مريض سرطان، مريض كلى، مريض يعني هاي أشياء لازم تواصل مع الشركة عشان يعطوه تفاصيل، ياخذوا تفاصيل أكثر. بس حابب أنوه على 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 عدة مبادئ تعتمد عليها المؤسسة. ليش الخدمات المنزلية، وليش الخدمات المنزلية بالذات حاليا في صعود أو في ازدهار؟ لأن في وعي عام أنه إذا عرفت أعالج المريض أو أوفر له الدعم المناسب، إذا كان دعم نفسي، إذا دعم صحي، إذا كان دعم من ناحية إعادة التأهيل، أوفر يتم توفير الكثير من الوقت وكثير من الكلفة. إذا 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 حاولنا نستقبل المريض في المستشفيات، فهذا هو المبدأ الرئيسي، توفير الخدمة في المنزل، المريض مرتاح، معالجة الحالة قبل ما تدهور وتم دعمها، دعم المريض في المنزل عن إذا أنه راح للمستشفى ياخذ سرير يكون فيه بعض التعب في المواصلات وهلم جر. هذا مبدأ جدا مهم وأيضا ينطبق على المؤسسات، ففي توجه عالمي إلى توفير الخدمة في المنازل، وحابب بس أشكر الدولة على دعمها، وأشكر كثير من المرضى وأهالي المرضى
لدعمهم لنا وتوجيههم لنا واقتراحاتهم. وأنا حابب أسمع من أكبر عدد ممكن من الأهالي والمرضى على كيف ممكن نساهم بطريقة أفضل ونحسن من جودة خدماتنا. وشاكلكم فعلا هذا الشيء كنت راح أتطرق إليه، إنه شو اللي بتطلبوه من الأسر؟ أكيد بتطلبون تعاون من الأسر، لأنه ضروري بالشراكة عشان ينجح الموضوع. نعم بينكم نعم وبين نعم الأسر. فشو اللي بتطلبوه أكثر من الأسر؟ يعني ملاحظاتكم، أو بدنا إياكم تكونوا متعاونين معنا بالطريقة الفلانية. أنا أزور بين فترة وفترة بعض الأهالي، ودائما أقول لهم لا تمدحون، أعطوني السلبيات على أساس أعرف أحسن. إذا بتخدموني أعطوني سلبيات، إذا بتساعدوني بتدعموني أعطوني سلبيات على أساس أني أوفر خدمة أفضل، أقدر أعالج السلبيات في الخدمات ونكون الأفضل إن شاء الله بفضل الله، ثم جهود الدولة وجهود الأهالي معانا يعني. فدائما أأمل أنهم ينبهونا ويقترحون علينا الخدمات اللي يشوفون أن نوفرها بطريقة أفضل. هذا طبعا بالدرجة الأولى. ودائما في كثير من الحالات نطلب من الاهالي ان يكون في تواصل بينهم وبين المرضى بشكل افضل، يكون التعاون بينهم وبين الممرضات بشكل افضل، تنبيهنا على المواعيد، تنبيهنا على العلاقه مع الدكاتره. هذا هو باختصار. طيب استاذ، ما القينا الضوء على شيء بالنسبه لرعايه الاطفال. يعني في بعض الاطفال عندهم امراض ممكن انه احنا ندرجها في امراض مو عضويه، يعني مثل متلازمه داون، مثل التوحد. فهل هذا الشيء عندكم اي يعني رعايه من نوع خاص لهذول الاطفال؟ انا عندنا عده حالات بالذات متلازمه داون نرعاهم رعايه صحيه، وزرت عده حالات منهم. نعم، نوفر لهم صحة الرعاية الطبية المختصة في الموضوع هذا. طبعا كل هذا يندرج تحت متطلبات الدكتور المعني بالمريض، وعن طريق اتباع التقارير والتوجيهات من قبل الدكتور نوفر الخدمات المطلوبة. وهذا توجه كبير لنا نحن كمؤسسة اليوم، يعني حابين نتبحر أكثر في الحالات الجينية مثل متلازمة داون، أوتيزم، توحد، وتفرعات كثيرة من هذه الأمراض، يعني أكثر من 40 تفرع. هذه الأمراض غالباً بيكون متابعتها طويلة الأمد. نعم. يعني هل تعتمدون شخص بعدين، يعني على حسب مثلاً تقدم الطفل في السن فبيتم تغيير التعامل معه على حسب فئته العمرية؟ حاليا نحن عندنا اللي هم يسمونهم السبيتش ثيرابي، وعندنا الفيزيكال ثيرابي، موفمنت ثيرابي، هاند ثيرابي، عندنا اختصاصات معينه. ما راح اقدر اقول ان عندنا كل الاختصاصات او عندنا في فهم عام، لان هذه اختصاصات جدا دقيقه. ففي بعض الاختصاصات عندنا اليوم قدره توفير خدمات طويله الامد للاطفال وللبالغين، والأمل أن نحن نتفرع أكثر ونتبحر أكثر في توفير أكبر كم من الخدمات. وإذا الأهالي يعني يقترحون علينا الخدمات اللي هم محتاجينها بنحاول نوفرها، إذا ما قدرنا طبعا راح نبلغهم، وبالأكيد راح ندرجها في جدول الخدمات اللي حابين يعني نعمل عليها ونوفرها في المستقبل القريب إن شاء الله. في سؤال، هل خدماتكم موجودة في السعودية؟ بدينا، نعم بدينا في السعودية في الرياض على شكل محدود، ومتأملين ان عما قريب نحصل على الاشتراطات المطلوبة لتوفير الخدمة بشكل افضل واكبر على مستوى الشرقية والرياض، وان الله راد جدة خلال فترة زمنية معينة ان شاء الله. طيب شو لحد الان الاشياء الخدمات المتوفرة في السعودية حاليا؟ الخدمة المتوفرة حاليا في السعودية هي معينة، اللي هي تأجير المعدات الطبية. نحن نوفر هالخدمة أيضا في الدولة، في معدات طبية معنية بمثلا المساعدة في التنفس لكبار السن وحتى بعض الحالات الجينية للأطفال،
او الجرحى، مسانده للتنفس، مراقبه لنبضات القلب، مراقبه للضغط، في اجهزه معنيه بالدعم المرضى. ففي السعوديه اليوم نحن فقط نوفر خدمه دعم المرضى بالاجهزه، وعما قريب ان شاء الله، بس منتظرين الجهات الرسميه السعوديه عما قريب يعطونا التراخيص المطلوبه لتوفير الممرضات ايضا. دعمكم يكون مشكور يعني. ان شاء الله. احنا حكينا يعني انا هذا موضوع الاجهزه الطبيه توك يعني لفت نظري له. نعم. شو الاشياء من غير انكم مراقبة صحية للشخص، الأجهزة، في أشياء ما حكيتها ما شاء أنا قاعدة بكتشف شوي شوي أنا في أشياء ما حكينا عنها. نعم نعم. وأشياء أنت ما أشرتنا إليها، يعني شو في غير هيك؟ الحمد لله كثير والله. فيعني على سبيل المثال عندنا مركز في دبي مختص في دعم الأطفال، يعني مركز مختص بإعادة تأهيل الأطفال. نحن كبار جدا، من اكبر المؤسسات في الدوله في الهاند ثيرابي، فقط في الهاند ثيرابي عندنا اختصاصات يعني قويه جدا. لازم نعرف الجمهور عن أيوة الاشياء، فانت أيوة لازم تخبرني. أيوة أيوة في اشياء أيوة ثانيه أيوة مثل هيك. أيوة فكلمنا عن هذا الاطفال، شو يعني تأهيل الاطفال الامراض، يعني اي شو المرض اللي بيكونوا بيعانوا كثير، يعني معنيه مثلا اللي عندهم ديسلكسيا ولا اوتيزم ولا عندهم سم فيزيكال، يعني صعوبات في الحركه او في النطق. كثير من هالحالات يكونوا الاطفال طبيعيين يعني، ولكن محتاجين دعم معين. بس اختصاصات صعب الحصول عليها في المنطقه عامه، مش فقط في الدوله يعني. فبدينا نوفر بعض الاختصاصات هذه، وعندنا مركز في السبورت سيتي كامبريدج بدينا نوفر فيها الخدمات هذه، والحمد لله يعني ناجحين نجاح باهر. الحمد لله الحمد لله. يعني فعلا الاهالي بتفتقد لهيك اشياء، خصوصا نعم لما يكون في عند اطفالها امراض نادره. نعم نعم نعم. طيب غير هيك شو في كمان؟ ذكرنا الاجهزه. ايه؟ نحن نوفر الاجهزه، نوفر حتى الممرضات. مثلا كثير من السياح يجون لدى الدوله، مثلا ابو ظبي او دبي، حابين يكون معاهم ممرضه، وبالاماره حتى يعني كرسي متحرك ومسانده. فايضا نساند بعض العوائل اللي يطلبون الخدمه من قبلنا، توفير لهم سبل الراحه في زيارتهم للامارات خلال فتره وجودهم في الدوله، يعني نوفر هذه الخدمه. مثلا اذا تروحي مثلا دبي مول، راح تلقي بعض ممرضات او ممرضين منزل يساندون بعض السياح، فنوفر بعض الخدمات هذه ايضا في الدوله يعني. طيب ما بتفكروا انكم تصيروا تكونوا الاطر، يعني من الشركه هي اللي تكون اطر ممرضات، الاطر يعني مو طب طبعا، يعني الاطر اللي البسيطه، تمريض، اسعافات الاوليه، الاشياء، يصير انتم تنتجوا اليد العامله لكم. حاليا نوفر تدريب، يعني عندنا برامج تدريبيه متكامله في الشركة نوفرها للممرضات اليوم. يعني الممرضة عندها اليوم برامج عن طريق الانترنت لازم تكملها بنجاح خلال فترة زمنية معينة، تدريب باليد من قبل الأطباء، هذا بشكل دوري. ولكن اليوم ما نوفر الخدمة هذه للممرضات خارج الشركة. هل لنا طموح أن نوفر نوع من أنواع التدريب في المستقبل؟ أكيد. انا دائما احب يعني اوصل لمستوى التدريب للعامه، هذا بشكل اكاديمي وبشكل عملي اطمح لوجود هذه الخدمه. لكن اليوم يعني الحمد لله النمو مضطرد، فمو قادرين نركز من في هاي الناحيه. الدوله حابب انوه لها الشغله، الدوله ايضا دعمت لنا في هذه المواضيع، دائما يعني تشور علينا وتاخذ شورنا ايضا، كوننا نحن يعني في السوق ونتعامل مع المرضى بشكل دوري. ففي اجتماعات دوريه بيننا وبين الهيئات الصحيه، يستسيقون من خبراتنا ونستسيق من خبراتهم، وهذا شيء جميل جدا في الدوله عندنا، ويعني نطمح بزياده فيه يعني ان شاء الله.
ختاما أستاذ عادل، شو اللي بتطمح له الشركة من ناحية الشراكات ومن ناحية الجوائز والإنجازات العالمية؟ الدولة الحمد لله وفرت لنا البنية التحتية والدعم، الدعم المادي والدعم النفسي، هذا شيء رئيسي لتكوين مؤسسات عالمية. الحمد لله كثير مؤسساتنا اليوم حول العالم، وهذا جزء من طموحنا أن نصبح شركة عالمية من أفضل الأسامي حول العالم، بالتعاون مع مؤسسات عالمية في عدة دول عالمية، مثلا في أمريكا، في أوروبا، في ألمانيا. والأمل أن نوصل لدرجة أن نحن نصبح الجهات العالمية للناس تستسيق الخبرات منها، تستسيق الأفراد والكوادر الطبية منها. هذا هو أملنا، والحمد لله عما قريب إن شاء الله. إن شاء الله أكيد نتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير أستاذ عادل، فعلا أفدتنا وعطيتنا فكرة كاملة وواضحة وشاملة، ونتمنى لكم كل التوفيق ونجاحات أكثر وتحققوا مزيد 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 من التألق. وشكرا لكل متابعينا على صفحات صحيفة الخليج الإماراتية، وإن شاء الله موعد ثاني مع ضيف ثاني. شكرا جزيلا.